يفيدك. نمسح دمعة مقهور، ندفيه صغير بردان، نعاونوا عائلات ومدارس وجهات محرومة، إيدي في إيدك ما نخليه في بلادنا اللي بات جيعان ومحتاج. نهار الأحد 24 فيفري العشية ماضي ساعتين، قناة حنا بعل تخصص مساحة بث مباشرة لجمع تبرعاتكم ومساعداتكم الخيرية لفائدة جمعية بنك الطعام التونسي لغاية توزيعها على ضعاف الحال وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن توا تنطلق جمع التبرعات عن طريق الاسماس، كل اسماس تبعثها وتكتب فيها اف بي على الرقم 78887 تحتسب تبرع منك لصالح الجمعية. وعلى ذمتكم زادة الحساب البنكي الخاص بالجمعية TN 5512-0050-00093-00-25-42-38 والأكثر معلومات anibaltv.com.tn شمسفم.tn أو صفحة الجمعية بنك الطعام التونسي على الفيسبوك. خليك متفائل وتبرع بقلب كبير، تبرعك في أيادي ممنة بفعل الخير. جمعية بنك الطعام التونسي معا ضد الجوع.